مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب. موضوع حلقه اليوم هو للاجابه على سؤال مهم وجوهري واساسي جدا. والسؤال هو لماذا انا مسيحي؟ لماذا انا مسيحي؟ ولماذا اؤمن بالمسيحيه؟ طبعا سائل هذا السؤال باستمرار بيفترض انه الايمان المسيحي ايمان غير عقلي لا يمكن الانسان ان يؤمن به. ولهذا فهو يفترض ان ازاي انسان ممكن يكون عاقل بيؤمن بالايمان المسيحي. والنهارده حابب اتكلم عن هذا السؤال وعن الاجابه على هذا السؤال. ويمكن الاجابه على هذا السؤال هتستغرق اكثر من حلقه. لكن حلو جدا ان احنا كمان نعرف ونفهم لماذا المسيحي مسيحي؟ ولماذا المؤمنين بالمسيح متمسكين بايمانهم بالمسيح يسوع؟ انا حطيت السؤال دون على صفحه عبر الكتاب على الفيسبوك وجاتني اجابات كثيره جدا حابب اخد اول كام دقيقه كده اذكر بعض الاجابات اوريكم بعض الاجابات اللي وصلتني على الفيسبوك. آه الاخ احمد نور بيقول لان الرب يسوع قال عن نفسه انا الطريق والحق والحياه، من امن بي وان مات فسيحيا، ومن رآني فقد رأى الاب، ولا احد يأتي للاب الا بي، انا والاب واحد ومن سوف يأتي من بعدي هم انبياء كذبه، وبعدين بين قوسين نقطه على السطر. آه كمان آه عبد الغفار محمد بيقول أنا أيضا عابر إلى مسيحية إلى المسيحية منذ الأيام منذ عدة أيام فقط. البعض الآخر قال الأخت تمارة كتبت وقالت لأن حبيبي يسوع حط المحبة والرحمة في قلبي. وكمان آه آه للإجابة على هذا السؤال أخ آه محمد علي. آه محمود قال لأن لانك ولدت في عائله مسيحيه فهذا هو الجواب يعني هو بيفتكر انه الايمان المسيح هو عباره عن ميراث زي ما المسلم بيولد في اسره مسلمه المسيح ايضا مسيحي لانه ولد من ابوين مسيحيين الاخت فيوليت آه قالت انا مسيحيه لاني اخترت ان اكون مسيحيه هناك فرق بين الولاده من عائله ضمن الدائره المسيحيه وبين شخص اختار بارادته ان يتبع المسيح ليس كل مسيحي هو مؤمن يستحق ان يحمل هذا اللقب ان يكون مسيحي طبعا بعض الاجابات على السؤال ده كان فيها نوع من العادي يعني الشتيمه والاوصاف الغير لائقه لكن الاخ اختار بعض الامور منها بيقول لانك لم تدرس الاسلام وده مظبوط واعتمدت على مشاهده لبعض المسلمين يعني انت مسيحي لانك عندك صوره وحشه عن الاسلام. آه الأخ فرج بيقول المسيحية فرضت وليس آه أمر اختياري آه ليس لي في أي دخل لكن الذين اختبروا بيتر بيتر بيقول لأن رب المجد يحبني ولأنه بدمه الطاهر فداني ومن الظلمة أخرجني إلى النور. آه الأخ محمد بيقول لأنك محمد شاكر بيقول لأنكم لا تؤمنون بالله الواحد الأحد الذي خلق كل شيء ومنهم المسيح وأم مريم العذراء. طبعا هنا هو بيفترض إن احنا بنعبد إنسان وبنعبد إنسانة اللي هي مريم العذراء وده طبعا افتراض خاطئ. بعض الاخوه طبعا كتبوا لي لانك لا تفكر جيدا و... ولانك لا تحب المنطق ولانكم تحبون المال والنساء ولهذا انتم مسحيين يعني انا مش عارف يعني تحبون المال والنساء ده يعني ده هل هل ده فعلا هو بيتكلم عن المسيحيين ولا بيتكلم عن حاجة هو عارفها في الإسلام لأنك لا تفكر جينا ولأنك لأنك تخلو من المنطق الى اخر الكلام دون اللي مكتوب، لكن ده بيورينا قد ايه ان هناك مفاهيم خاطئه عن الايمان المسيحي وعن لماذا انا مسيحي، وايضا بتوجد مفاهيم صحيحه لاناس اختبروا نعمه المسيح المغيره واللي عبروا من الظلمه الى النور ويقدروا يجاوبوا اجابه صحيحه لماذا هم صاروا مسيحيين. طيب. طبعا الهجوم على الايمان المسيحي ليس بالشيء الجديد، فالايمان المسيحي هوجم مع من من فم رسول الاسلام نفسه وايضا من نصوص قرانيه كثيره، لكن ايضا الايمان المسيحي نراه مهاجم من بعض الدعاه المسلمين هذه الايام. فأذكر مثالين من هؤلاء الدعاة اللي هو الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف سابقا وكيل وزارة الأوقاف سابقا لما قال أنه العقيدة العقيدة المسيحية هي عقيدة فاسدة يعني هو وصف العقيدة المسيحية بالفساد ولأجل هذا هو يرى انه يعني من غير المعقول ان يصير الانسان مسيحيا. ده قاله الشيخ الدكتور سالم عبد الجليل وصف المسيحيه بالعقيده الفاسده، لكن كمان محمد عماره وهو رئيس مجلة الازهر وصف المسيحيه بانها ديانه فاشله، يعني واحد وصفها فاسده والثاني وصفها فاشله. وده بيؤرينا نموذج للهجوم الذي يعني تتعرض له المسيحيه ويتعرض له المسيحيون في بلادنا العربية من أناس يعني انا ما اعتقدش انهم فعلا قدروا يفهموا الايمان المسيحي فهما صحيحا فمن يصف المسيحيه بالفساد ومن يصف المسيحيه بانها ديانه فاشله هو لا يعلم شيئا عن الايمان المسيحي لكن ما هي المسيحيه ايه هي المسيحيه لو حبينا نتكلم عن الايمان المسيحي والمسيحيه، لماذا انا مسيحي؟ لابد ان احنا الاول نعرف يعني ايه المسيحيه، ما هي المسيحيه؟ هل المسيحيه هي نظام ديني؟ المسيحيه طبعا ليست دين لكنها نظام فيها نظم خلينا نقول في يعني معرفتنا عن الله وعن ايضا عبادتنا لشخص الرب الاله. هل المسيحية هي مرشد لحياة لها معنى في سلام مع الله والناس؟ طبعا، لأن المسيحية تقودنا إلى أن يكون لنا حياة وليكون لنا سلام مع الله ومع الناس ومع الآخرين. من خلال قبولنا لشخص يسوع المسيح، ومن خلال عمل يسوع المسيح صار لنا سلام مع الله. التبرير اللي صنعه الرب يسوع أنتج سلام مع الله. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله ولنا أيضا سلام مع بعضنا البعض هل المسيحية هي علاقة شخصية مع الرب يسوع ده محور الإيمان المسيحي محور وقلب الإيمان المسيحي هو العلاقه الشخصيه مع الله، فالمسيحيه ليست مجرد طقوس ولا هي عبادات ولا هي نواميس ولا هي افعل هذه ولا تفعل تلك، ولا هي مع الحياه في خوف ورعب من الله. المسيحيه هي المسيح، من له المسيح له الحياه ومن ليس له المسيح ليست له الحياه، عشان كده الرب يسوع قال: انا هو الطريق والحق والحياه. ده قلب الايمان المسيحي وعشان كده ما نقدرش نقول ان المسيحيين هم الذين ولدوا من ابوين مسيحيين لا المسيحية بحسب تعريف الكتاب المقدس وبحسب أيضا الكلام اللي نجده فيه يوحنا واحد وعدد 12 وأما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله يعني كل الذين قبلوا يسوع المسيح صاروا أبناء لله ده الايمان المسيحي انا مش مسيحي لانه في اسمي باسيليوس ولا حنا ولا انا مسيحي لانه تولدت من عائله مسيحيه كويس انا مسيحي لاني تولدت من الله انا مسيحي لاني قبلت يسوع المسيح واول مره وردت فيها كلمه مسيحيين كانت في اعمال الرسل 13 انه دعيه المؤمنين بالمسيح كويس مسيحيين فالمؤمنين بالمسيح الذين قبلوا يسوع المسيح هم الذين يطلق عليهم مسيحيين لكن الحقيقه الكبيره ان المسيحيه تشمل كل هذا المسيحيه فيها نظام عبادة المسيحية فيها سلوك وحياة و وسلام مع الله وسلام مع النفس وسلام مع الآخرين المسيحية هي علاقة شخصية مع المسيح لكن أيضا المسيحية وده اللي أنا عايز أتكلم عنهم هي اللي بتقدم صورة متكاملة عن الواقع الحقيقي بنسميه picture of reality the picture of reality بتقدم لنا المسيحية دون آه باقي الديانات كويس بتقدم لنا صورة حقيقية عن الواقع وأكلم لي من الناحية أيضا الكتابية والمنطقية أن الإيمان المسيحي إيمان حق وهو الوحيد اللي بيقدم صورة عن الواقع بصورة واضحة جدا خلينا أحط الجزء ده ما الذي يجعل المسيحية متفردة؟ ده سؤال مهم جدا طب انت بتقول لماذا انا مسيحي ما الذي يجعل المسيحية متفردة للدرجة ان انت بتصير انسان مسيحي كويس أنا قبل ما أكمل في الجزء ده أنا حابب أشجع فعلا المشاهدين لو أنت عندك إجابة عن هذا السؤال لماذا أنت مسيحي لو أنت اختبرت الرب يسوع لو أنت عندك أيضا مازال هذا السؤال اللي خليني أنا أكون مسيحي إحنا نحب نتواصل معك والخطوط بتاعتنا مفتوحة خطوط التليفونات ونحب نحن نسمع منكم ونجاوب أيضا على أسئلتكم ونسمع اختباراتكم فياريت يعني يكون بشجعكم على التواصل معنا في هذه الحلقه. ما الذي يجعل المسيحيه متفرده؟ اللي يجعلها فريده؟ اللي يجعلها متميزه؟ لماذا المسيحيه وليس البوذيه؟ لماذا المسيحيه وليس الاسلام؟ لماذا المسيحيه وليس الالحاد؟ لماذا المسيحيه؟ اللي في المسيحيه متفرد عن بقيه العبادات الاخرى اللي موجودة في العالم ده, ده السؤال ده مهم جدا وانا فعلا بصلي انه كلنا كمؤمنين مسيحيين نكون عارفين الاجابة على هذا السؤال اللي انا هقدمها النهاردة بصورة مبسطة جدا لماذا ما الذي يجعل المسيحية متفردة اول حاجة المسيحية متفردة لان المسيح متفرد لان شخص المسيح مميز لأنه لا يوجد أبدا شخص يساوي أو يقارن بشخص يسوع المسيح فلا يمكن أبدا أن أنت لو عملت مقارنة ما بين الرب يسوع المسيح وما بين آه ال الآخرين كمحمد أو بوذا أو غيره مش ممكن أبدا تجد أن الاثنين فيهم تساوي المسيحية متفردة لأن المسيح متفرد لأن المسيح متميز لأن المسيح متفرد في شخصه، متفرد في حياته، متفرد في عمله، متفرد في تعاليمه، متفرد في فدائه وخلاصه الذي صنعه من اجل البشرية. ده أول حاجة، ليه المسيحية متفردة؟ لأن المسيح متفرد، لأن المسيح مميز. وأنا بدور على بعض المقارنات اللي ممكن تكون ما بين المسيح و رسول الإسلام مثلا كمؤسس للديانة الإسلامية وجدت بعض الأشياء لكن على النت لكن عجبني جدا مقارنة معمولة عملها خادم للمسيح اسمه أرسيليو العراقي وحطيتها على صفحته على الفيسبوك هي كبيره لكن هناخد بعض الاشياء منها اللي بتورينا الفرق ما بين السيد المسيح وما بين مثلا رسول الاسلام يقول في 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 الليستة اللي كتبها تفرد المسيح والفرق ما بينه وما بين رسول الإسلام يقول كده يسوع فتح عيون العمي ومحمد, ومحمد صمر عيون المبصرين يسوع أقام الموتى ومحمد قتل الأحياء يسوع شفى اليد اليابسة وأبرأ القدم المشلولة ومحمد قطعهم يسوع شفى العجوز المنحنية ومحمد شقها نصفين يسوع أبرأ نازفة الدم ومحمد أراق الدماء المسيح بارك ومحمد لعن يسوع قال لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم ومحمد فاها هو بأردى الألفاظ المسيح غفر ومحمد أنتقم المسيح رحم ومحمد رجم يسوع قال من طلب منك الثوب فأعطيه الرداء أيضا ومحمد قال ما تستول عليه من غنائم حلال المسيح قال إن جاء عدوك فاطعمه إن عطش فاسقيه ومحمد قال قال اضربوا الاعناق ولا تاخذكم بهم شفقه ولا رحمه. المسيح انتهر الروح الشرير ومحمد قضى ليله مع قبيله من الجان. المسيح اعطانا رحمه الرب ومحمد تمناها لنفسه. المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياه ومحمد قال ما انا الا انسان. المسيح حض على الحب ومحمد حض على القتال. المسيح اوصى بكسب القلوب ومحمد أوصى بكسب المعارك، المسيح قدم نفسه قربان ومحمد جعل منا نحن القربان، المسيح ضحى بنفسه ومحمد ضحى بنا، المسيح دعانا لأفضل حياة ومحمد دعانا لأفضل موت، المسيح انحنى وغسل الأقدام ومحمد بصق ليغسلوا بتفافته الأوجه والأبدان، المسيح حي ومحمد مات. المسيح قال السماء والأرض تزولان ولكن كلمة من كلامي لا تزول ومحمد قال مسبب الأسباب ينسخ الآيات المسيح صنع المعجزات في نهار في وضع النهار على رؤوس الأشهاد ومحمد تسلل في الليل في جنح الظلام المسيح دعانا أبناء ومحمد دعانا عبيد المسيح ملكنا معه ومحمد ملك علينا المسيح غذى القلوب ومحمد غزا الأمصار المسيح لا يمكن ان يقارن، ده جزء بسيط من هذه المقارنه عشان كده بقول ما الذي يجعل المسيحيه متفرده؟ شخص المسيح هو الذي يجعل المسيحيه متفرده. عشان كده اي عاقل اي عاقل اذا اراد ان يتبع شخص لابد ان يدرس حياته. ولابد ان يعرف لماذا هذا الشخص متفرد عن بقيه الاشخاص لماذا اتبع خطاه ولماذا اؤمن به ولماذا اسمع لوصاياه ولماذا اثق فيه ولماذا احبه ولماذا ممكن ان اضع نفسي من اجله ده السؤال المنطقي وانا اعتقد لو كل واحد مسلم فعلا عمل هذه المقارنه بكل صدق وبكل امانه هيكتشف انه لا توجد ابدا يعني مشابهه بين النور وبين الظلمه بين الحق وبين الضلال لماذا انا مسيحي لان المسيح متفرد فنحن نتبع شخصا متفردا في حياته زي ما قلت وفي تعليمه وفي قداسته وفي محبته وفي موته الفدائي وقيمته من بين الاموات هو الله الظاهر في الجسد ده سر تميز وتفرد الايمان المسيحي شخص يسوع المسيح نفسه عشان كده كل الذين اختبروا نعمة المسيح والذين أيضا عبروا من الظلمة إلى النور هم اختبروا تفرد هذا الشخص العجيب يسوع المسيح وصاروا أتباع للمسيح وليس أتباع لديانة وصاروا محبين للمسيح وليس لمجرد وصايا وتعليم لأنهم رأوا في المسيح ما لم يروه في غيره ده سر تفرد الايمان ما الذي يجعل المسيحيه متفرده يسوع المسيح طيب اجي الى جزء اخر المسيحيه التي محورها يسوع المسيح بتجيب على اسئله الانسان الاساسيه المحيره كلنا عندنا اسئله محيره سواء يعني سالناها لانفسنا او سواء كانت بتدور في دواخلنا لكنها اسئله محيره. هذه الاسئله المحيره كيف خلقت ولماذا خلقت؟ مش كلنا بنسال السؤال ده؟ انا انا موجود هنا ليه ومين اللي اوجدني؟ سؤال وجودي كيف خلقت؟ ولماذا خلقت؟ وما هي الغايه من الحياه؟ وما هي قيمه الحياه نفسها؟ طب انا موجود خلاص ايه قيمه حياتي؟ هل انا زي اي الاشياء الاخرى المخلوقات الاخرى؟ هل الانسان متفرد ومتميز عن الحيوان؟ هل الانسان له قيمه؟ وهل كل واحد فينا له قيمه وله غايه؟ كويس؟ لماذا يوجد الشر والالم والموت؟ وده سؤال وده يمكن السؤال اللي بيحير كثيرين ان كان الله موجود فلماذا كل هذه الالام والموت والشر في هذا العالم ده سؤال لابد ان احنا الـ 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 الايمانيات بتاعتنا تكون بتجاوب عليه بيكون عندها اجابه على هذا السؤال كيف اعرف الصواب والخطا ما هو الحق وما هو الكذب ما هو الخير وما هو الشر ما اقول ان هناك امر شر لابد ان يكون هناك امر خير ومطلق وليس نسبي فما هو الخير وما هو الشر ماذا بعد الموت هل الحياة بتنتهي بموت الإنسان ولا هناك حياة أخرى بعد الموت وما هي شكل هذه الحياة اللي بعد الموت وهل هناك دينونة وهل هناك حياة بعد الموت هذه الاسئله بنسميها اسئله محيره اساسيه بتدور في فكر كل انسان. يمكن مش بالشكل دون ويمكن مش بكل هذه الاسئله، لكن اوقات كثيره بتسال هو ايه غايه الحياه؟ هل ناكل ونشرب وغدا نموت؟ هل غاية الحياة إن أنا أطلع الصبح بدري أروح شغلي وأطحن في الشغل وأرجع من الشغل أنام وأكمل تاني يوم إلى هذا والعجلة بتمشي بهذا هل هي الحياة مجرد كدة ولا هناك غاية وقيمة لحياتنا اللي بنعيشها الإيمان المسيحي هو الإيمان الوحيد اللي بيجيب على هذه الأسئلة متفردة وفي مجملها خليني اخد مداخله واكمل معاكم الاخت ام بيتر الو 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 طيب احنا عندنا مشكله في التليفون طيب أكمل و... ولما يعني المشكلة دي تتحل ممكن تدخلوها لي تاني. الأسئلة المحيرة دي أسئلة ال... يعني هي اللي بيجاوب عليها الإيمان المسيحي، لا يوجد إيمان آخر لا الإسلام ولا البوذية ولا الكونفوشيوسيه بتجاوب على هذه الأسئلة المحيرة، الإيمان المسيحي وحده هو اللي بيجيب على هذه الأسئلة في مجملها وفي مفردها. كويس؟ طيب ناخد الأخت أم بيتر. الو سلام المسيح معك؟ سلام المسيح اهلا بيكي اهلا بيك بالنسبة للآ... للإسلام يعني كافي انه عندنا موعظة على الجبل مم. هي كافي بتكفي وتوفي يعني المسلم بيقتل والمسيحي بيحب عدوه مم. والمسلم أه والمسلم بيكفر والمسيحي بيحب عدوه ايضا ويعني كافي الموعظة على الجبل يعني تسوى الف قران صح والقر... والقر... والقرائن اللي حرقها عثمان بن عفان م. يعني ما اقول اكثر من هيك لانه الاخ ارسيلو كف ووفى بالضبط ده انا قلت جزء من اللي قاله ده هو قال كثير يعني لكن اشكرك يا اخت ام بيتر نعم. لانه فعلا الموعظه نعم. على الجبل في تعليم الرب يسوع الرب يسوع نعم. ت... ما زالت هذه الموعظه تشبع الملايين روحيا ونفسيا ويعني لا يوجد اسمى من تعليم الرب يسوع في الموعظه على الجبل. ده حقيقي اشكرك على هذه المداخله. اشكرك. ربي يباركك. فالمسيحيه تجيب على هذه الاسئله المحيره للانسان. كويس؟ طيب اجي الى جزء اخر. الاجابه على هذا السؤال للاجابه على الاسئله دي في حاجه بنسميها المنظور المسيحي الشامل المنظور المسيحي الشامل او بيسموها بالانجليزي يعني كريستيان وورلد فيو هو المنظور المسيحي الشامل الكتاب المقدس بيقدم لنا منظور مسيحي شامل عشان كده المسيحية ليست مجرد فقط يعني آآ آآ إيمانيات هنا وهنا لازم تشوف الصورة كلها في الإيمان المسيحي لأنه لما تشوف الصورة بتاعة الإيمان المسيحي وإزاي المنظور المسيحي الشامل ده بيجاوب على كل هذه الأسئلة تدرك أنه المسيحية في مجملها متفردة في كل ما تحتويه وفي كل ما تقدمه عن بقية الأديان الأخرى المنظور المسيحي الشامل بيز. المنظور دون بيتكون من اربع اجزاء من اربع حقائق. المسيحيه لما نقرا كتاب من التكوين للرؤيه نجد ان هناك في منظور شامل في صوره كامله بيقدمها لينا بيقدمها الايمان المسيح من اول سفر التكوين وحتى نهايه سفر الرؤيه. من اول في البدء خلقه وفي سفر الرؤيه وان الرب خلق سماء جديده وارض جديده من اول السقوط والانفصال عن الله الى ان الله يسكن معهم ويكون معه الى الابد بنجد الصوره دي متكامله في الايمان المسيحي الصوره دي بتتكون من اربع اجزاء مهمين جدا وانا نفسي ان كل اخواتنا المشاهدين يبقوا عارفين هذه الاجزاء لانها هتجاوب كتير على الاسئله بتاعتكم اول جزء اللي بنسميه الخلق الرب خلق كويس الوهيم في البدء خلق الرب الهيم الرب الاله خلق السماوات والارض فاول ايه بتقدم لنا الخلق وده جزء مهم جدا انه بيجاوب على انا جيت منين ومين خلقني وايه الغايه من خلقي وإذا بيجاوب على بعض الاسئله، الجزء ده مهم جدا لانه بيجيب على اسئله وجوديه مهمه جدا. لماذا انا خلقت ومن الذي خلقني وايه الغايه من خلقي؟ الجزء ده وهنشوف فيه بالتفصيل آآ آآ يعني هنتكلم عنه بالتفصيل. الجزء الثاني السقوط، طيب الرب خلقنا وخلق الكون ويقول الكتاب وراء الله ان ما صنع واذ هو حسن جدا، لكن هناك مشكله النهارده بنعيشها، هناك الم، هناك شر، هناك خطيه، هناك قتل، هناك ظلم، هناك استعباد جنسي، هناك فساد في العالم موجود الام كثيره، ايه الغلط في العالم ده؟ في حاجه غلط حصلت في هذا الانسان وفي هذا العالم. بيجاوب عليه الجزء ده بيجاوب عليه السقوط. مش كده نتكلم مش بس عن الخلق لكن المنظور الآخر الثاني اللي هو السقوط ولأن الإنسان سقط ولأن أيضا الخليقة يعني سقطت مع الإنسان كويس الإنسان احتاج إلى فداء لأننا ساقطين نحن نحتاج إلى فداء ما هو إزاي الإنسان الساقط دون مرة تانية يتصلح ازاي قلبه يتصلح ازاي قلبه يتغير ازاي يرجع مرة تاني للشركة وللعلاقة مع الرب ده بيتم من خلال الفداء لكن الصورة الاخيرة بقى اللي بنقراها اللي هي رد كل شيء انه زي الصليب والقيامة المسيح ومجيء المسيح التاني ايضا هو يعني لما بنقرأ في سفر الرؤية بنجد انه الاشياء كلها اللي اتعكست بسبب السقوط كلها مرة ثانية بترد بصورة أجمل وأروع في سفر الرؤية ده ده المنظور المسيحي ولأن ده المنظور المسيحي فهو بيجيب على كل أسئلة الإنسان المحيرة طبعا هنجد الخلق في الإسلام كويس لكن لن نجد السقوط في الإسلام لن نجد احتياج الإنسان إلى فداء في الإسلام لن نجد أن التعليم الإسلامية بتؤكد على أن الإنسان آه سقط وأن الخطية استولت على فكره وعلى كل الجنس البشري وأنه بسبب الخطية دخل الموت ولأجل هذا الإنسان يحتاج إلى فداء الجزء ده مطموس ملهوش وجود في الفكر الإسلامي كويس؟ وطبعا المجيء الثاني وازاي انه عمل الرب يسوع بالصليب والقيام والمجيء الثاني ده رد لكل الاشياء احطهم بالشكل ده قدام حضراتكم الشكل اللي موجود قدامنا الخلق السقوط الفداء رد كل شيء او خلينا احطهم الخلق بيقدم لي عن الله مين هو كويس ولماذا خلق الانسان؟ وايه الغايه من خلق الانسان؟ السقوط بيتكلم عن ايه مشكله الانسان الاساسيه النهارده؟ لماذا هذا الشر وهذا الخطيه والشر والاثم والالم واللي موجود في العالم؟ والعلاج الله هل الله صامت تجاه سقوط الانسان وتجاه بعد الإنسان عنه أم أن الله أيضا عامل للدرجة أن الله دبر فداء وخلاصا للإنسان في شخص يسوع المسيح وإزاي هذا الفداء هو رد بالصليب والقيامة ومجيء المسيح الثاني رد للإنسان إلى العلاقة والشركة مع الله ده المنظور المسيحي الكامل المسيحية زي 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 الايمان المسيح مبني على ترابيزه كده زي ترابيزه ليها اربع ارجل الخلق سقوط الفداء وزمن رد كل الاشياء كويس وده اللي بنجده في كلمه الله وده اللي بيقوله لنا انه هذه القصه قصه عن الحقيقه اللي بيقدمها الكتاب المقدس عن الانسان وعن الله وعن الفداء وعن الصليب ده هي فعلا الحقيقة اللي أنا محتاج أفهمها لأنه فيها خلاصي وفيها فدائي واش كده يعني الإخوة المسلمين أوقات كتير ما بقاش مدركين هذه الأبعاد ومش قادر يحطها مع بعض ومش قادر يقبلها لأنها تختلف عن ما يتضمنه الإيمان الإسلامي من من عناصر أجي هنا يبقى هي المسيح المسيحيه هي العقيده الوحيده التي قدمت منظور شامل صحيح انا ليه مسيحي لانه اه انا اختبرت نعمه المسيح المغيره قبلت يسوع المسيح وبهذا صرت ابنا له لكن ايضا لان الايمان المسيحي قدم لي ما لم تقدمه بقيه الافكار الاخرى والديانات الاخرى الايمان المسيحي قدم لي الله الخالق الإيمان المسيحي قدم لي أن الإنسان مشكلته الأساسية هي الخطية بالسقوط قدم لي أيضا أن الله لم يكن عاجزا عن خلاص الإنسان بل قدم له الفداء والخلاص في شخص يسوع المسيح قدم لي أن أجرة الخطية موت لأجل هذا كان لابد أن يموت يسوع المسيح ليكفر عن خطيانا قدم لي أيضا الرد كل شيء زمن رد كل شيء وأن ازاي الله في الآخر هو الوحيد الذي سيتمجد وأن كل الأشياء ستجتمع أيضا فيه ومعه. ده الإيمان المسيحي بصورته الشاملة والكاملة. الله الإنسان الفداء رد كل الأشياء. رد كل الأشياء. طيب اجي الى ليه انا مسيحي؟ هاخد نقطه نقطه واتكلم عنهم. كويس؟ هتكلم عنهم نقطه نقطه. انا مسيحي لان المسيحيه قدمت فهم صحيح عن شخص الرب. قدمت فهم صحيح عن شخص الرب. ازاي اعرف مين هو الله؟ مين هو هذا الاله الذي خلقني واوجدني وايه هي صفاته وايه هي طبيعته الايمان المسيحي قدم لي صوره حقيقيه صحيحه شامله عن شخص الرب من خلال الخلق من خلال قصه الخلق قصة الخلق بدأت بآية في سفر التكوين وفي أصحاح واحد وفي عدد واحد في البدء خلق الوهيم اللي هي هنا استخدمها الله في البدء خلق الوهيم السماوات والأرض في البدء خلق الوهيم السماوات والأرض في الافتتاحية دي في العبارة دي في الآية دي اللي هي متكونة من كلمة اتنين 3 أربعة خمسة ستة متكونة من ست كلمات كويس الآية دي شملت عدة حقائق مهمة جدا 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 عن شخص الله أول حقيقة قدمتها لي إن هذه القصة الكتابية الرواية الكتابية بتبدأ بشخص وليس بشيء بتبدا بالرب الاله الوهيم فاول لما بيقول لي في البدء خلق الوهيم يبقى اول حاجه بتقدمهالي القصه الكتابيه انها مركزه ليس على الاشياء لكنها مركزه على شخص 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 خالق لكل الاشياء شخص قال فكان امر فصار كويس وهذا يؤكد ان الله ازلي وموجود بذاته قبل كل الاشياء ده اللي بيقدمه لي الكتاب المقدس ان الله ليس بمخلوق وان الله ليس له بدايه لكن شخص الله هو شخص ازلي قبل ان تولد الجبال او ابدئت الارض والمسكون هو شخص ازلي موجود بذاته قبل كل الاشياء يبقى مين هو الله الله شخص ازلي موجود بذاته قبل كل الاشياء هو ايضا الخالق والمبدئ لكل الاشياء هو الخالق والمبدئ لكل الاشياء كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان هو موجود بذاته كل الاشياء وجدت لان الله اوجدها اما الرب الاله فهو موجود بذاته ليس له بدايه هو شخص ازلي الله في الكتاب المقدس هو واحد الله الواحد ودون لما بنقرا الاساطير لما بنقرا الاساطير الوثنيه القديمه سواء المصريه او البابليه، ولما بتكلمني عن الخلق الكون، دايما الخلق نتج نتيجه صراع بين الالهه. فكل اله يريد ان يخلق شيء، وهناك تعدد في الالهه موجود في الاساطير الوثنيه، وده ليس يعني الاختلاف الوحيد لكنه اختلاف جوهري بين النص الكتابي في قصه الخلق وبين الاساطير الاخرى البابليه القديمه زي جلجاميش وانوما وليشا وايضا الاساطير المصريه القديمه ان الخلق نتج نتيجه صراع بين الالهه لكن في الكتاب المقدس الله واحد في البدء خلق إلوهيم وخلق فعل مفرد الوهيم الوهيم نيجي الى في البدء خلقه يبقى تاني حاجه بياكدها ليا يبقى اول حاجه بياكدها الكتاب المقدس بياكد لي على ان الله ازلي بياكد لي على انه هو موجود قبل كل الاشياء بيأكد لي على وحدانيه الله بيأكد لي ايضا على انه هو خالق كل الاشياء بكلمه قدرته لكن الحاجه الثانيه اللي بياكدها لي النص الكتابي عن شخص الرب ان الرب شخص وهو محور ومركز الاحداث فهو الشخصيه الرئيسيه والاساسيه يبقى الكتاب المقدس بيكلمني عن الرب بيكلمني عن الشخصيه الاساسيه والمحوريه هو محور كل الاشياء ليس الانسان هو المحور وليست الخليقه هي المحور وليس الكائنات هي المحور وليس اي شيء لكن محور الروايه الكتابيه عن الخلق هو شخص الرب وحده كويس شخص الرب وحده طيب عندي مداخله من الاخ زيتوني الو عزمي شحالك دكتور عزمي اهلا بيك يا اخ زيتوني وبيك عايش شحالك دكتور عزمي الصحه كويس اه نشكر ربنا كويس بقى لنا فتره دكتورك. ما سمعناش صوتك شكرا شكرا انت شكراً. انت انت كويس كل أسبوع كل سنه وانت طيب وانت طيب وانت بالامثله يا دكتور عزمي اتفضل اخ زيتوني معاك شكرا بالله انا حبيت اتدخل وانت تعلم دكتور عزمي آه الانسان سيدخل سواء كان بالملكوت او للجنه كما نؤمن نحن المسلمون كما يؤمن المسلم او المسيحي يؤمن بان هناك ابديه فسيحاسب سيحاسب الانسان على ما ما فهمه سواء كان من الاسلام او من المسيحيه آه ليس مفروضا علي ان ان اقرا او ان اجاري التفاسير التفسير هي هناك كتاب مقدس متكون من من سفر التكوين الى سفر الرؤيا والقران متكون من سوره البقره الى الناس هذا كتاب المسلمين يعني هو كتاب القران وكتاب المسيحيه والعهد القديم والعهد الجديد ولكن انا اقول اتكلم الان الدكتور عزمي سواء كان لاهوت اللاهوت ليس الناسوت والناسوت ليس اللاهوت آه لنقترب من آه الان مسيحيين وسؤالي آه اللاهوت حل في الناسوت ولكن الناسوت خاضع لقر... لقانون البشر آه فانتم تقولون بان الناسوت ياكل ويجوع ويمرض مثل, مثل يسوع يسوع متكون من اللاهوت الذي حل فيه ومتكون من الناسوت انا الان ساتكلم عن الناسوت فالناسوت خاضع الى قانون البشر. انا اتكلم عن الناسوت الان، لست اتكلم عن اللاهوت. طيب ف... ايه السؤال يا اخ ايطاليا؟ و... ايه السؤال؟ نعم. ايه السؤال؟ السؤال، السؤال، عندما مات الناسوت وهو الذي خاضع خاضع لقانون البشر وقانون البشر عندما يموت انت تعرف في هذا العالم، عندما يموت الانسان لا ياكل ولا يشرب. سؤالي دكتور عزمي، عندما مات الناسوت الذي هو يسوع المسيح عندما مات بعد القيامة بعد ما صلب لماذا اكل وشرب؟ الناسوت انا نتكلم عن الناسوت لا اتكلم عن okay. اللاهوت لا انا اتكلم عن نس... لماذا اخر اكل وش... بعد القيامه لنفترض انه هناك قيامه و... لا لا انا اتكلم مسيحيا لماذا اكل وشرب؟ حاضر حاضر يا اخي زيتون يعني شكرا 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 ليك طبعا ده ده يخرجني برا موضوع الحلقه لكن في عجاله اخ زيتوني فكره او حقيقه شخص المسيح هو شخص واحد اتحد اللاهوت والناسوت فاحنا نؤمن بان التجسد هو اتحاد للاهوت والناسوت فهو انسان كامل واله كامل اله حق وانسان حق وموت المسيح كان انفصال الروح البشريه عن الجسد فاللاهوت لا يموت لكن كان انفصال الروح البشريه عن الجسد وقيامه المسيح هي عوده هذه الروح اللي الرب يسوع قال يا أبتاه في يدك أستودع روحي لكن لهوته لم يفارق نسوته عندما قام شخص الرب يسوع أكل مع التلاميذ طبعا وهو يستطيع كل شيء وهو أيضا يعني الجسد الذي قام به الرب يسوع وان كان يشبه الجسد الذي مات به لكنه ايضا مختلف في اشياء كثيره عن الجسد الذي مات به هو جسد يعني يمتاز بانه يخترق الابواب بانه يختفي من الوجود بانه يصعد الى الى السماء انه اللي هو يعني جسد قيامته فبالتالي انه هل يمكن ان ياكل؟ واي نوت ايه المشكله في كده ايه المشكله؟ يعني آآ آآ لما لما انتم حتي في الجنه مش بس هتاكلوا وتشربوا ده انتوا هتعملوا حاجات تانية بشرية كثيرة جدا وحاشة طبعا للرب يسوع ان احنا نقارن هذا بذلك لكنه لا توجد ابدا مشكلة لاهوتية في ان الرب يسوع بعد قيامته اكل مع التلاميذ وشرب مع التلاميذ لكن اجي للجزء اللي انا عايز اكلم اكلم فيه الاختلاف الثالث او النقطة الثالثة اللي بيقدمها لنا سفر التكوين هو انه الرب هو الخالق لكل الاشياء ولان الرب هو خالق لكل الاشياء فهو مالك لكل الاشياء هو الملك هو الذي له حياتنا هو الذي نعيش من اجله هو الذي به نحيا ونتحرك ونوجد هو انا لست محور الكون الانسان ليس محور الكون لكن الله الخالق هو يمتلك وملك كل الاشياء هو الذي صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعى اجي الى نقطه مهمه وفي غايه الاهميه الفرق بين غايه خلق الانسان في الاسلام والمسيحيه وعشان كده بقول انه ازاي يعني يعني لما نيجي حتى ندرس الخلق في الاسلام ما لا نجد لا نجد القصه الكتابيه آآ آآ مذكوره على بعض يعني ال 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 القرآن منطور الاشياء يعني ياخد ايه هنا وايه في سوره ثانيه وايه في سوره ثالثه وايه في سوره رابعه وعليك ان انت تجمع كل هذه الاشياء لكن في الكتاب المقدس كل شيء منظم كل شيء بترتيب الكتاب المقدس بدا بالخلق لانه هو دون البدايه الحقيقيه فاتكلم في اصحاح واحد واثنين عن خلق الله للكون وخلق الله ايضا للسماوات والارض وأيضا كلمنا في أصحاح اثنين عن الغاية اللي من أجلها خلق الله الكون وخلق الله الإنسان لو حطيت الفرق ما بين غاية خلق الإنسان في الإسلام والمسيحية هحطها زلات في الإسلام الله خلق الإنسان ليكون له عبد يخاف ويعيش في طاعة أوامره بس عبد ليس له أي علاقة شخصية مع الرب الخالق هو عبد هو يسمع ويطيع ولا يمكن ابدا انه يكون له علاقه شخصيه مع الرب الخالق في الايمان المسيحي العكس في الايمان المسيحي الرب خلق الانسان بغايه الشركه والعلاقه معه الرب خلقه ولاجل هذا خلقه على شبهه وعلى صورته كائن عاقل مفكر كويس له يقيم علاقات اما في الاسلام فهو مجرد عبد هذا العبد كل ما يحتاج ان يفعله هو الطاعه العمياء لسيده لكنه هل يحب سيده او يكره سيده ده مش, مش هو المشكله له علاقه مع سيده او له ليس له علاقه مع سيده ده مش المشكله المش المهم انه كعبد يطيع اوامر سيده عشان كده الاخوه المسلمين في علاقتهم مع الرب ما يعرفوش حاجة اسمها علاقة شخصية مع الرب ما يعرفش انه يحكي مع الله ما يعرفش انه يعني ياخد ويدي ما يعرفش انه يقيم علاقة مع مع الرب الخالق هو في خوف وفي زعر باستمرار من هذا الاله سورة هذا الاله سورة مرعبة في الاسلام لكن صورة الرب الخالق في الايمان المسيحي صورة جميله مشجعه تشجع الانسان على العلاقه والشركه مع الرب في الايمان المسيحي الرب هو اب محب حنان وحنون يشفق ويتحنن ويرعى ابنائه لهذا هو حصن وملجا وعون في الضيقات وده اللي بنجده على صفحات الكتاب المقدس وحتى لما المؤمنين ما بيبقوش فاهمين ليه الرب عمل كده نتيجه العلاقه اللي بينهم وبين الرب بيروح يقول له انا مش فاهم انت ليه بتعمل كده ويقول له لماذا تنساني كل النسيان ويقول له فهمني فافهم ليه لانه دي نتجة عن العلاقه علاقه اب بابناء اما في الاسلام فلا يستطيع هو كل اللي بيعمله ايه؟ هو كل اللي بيعمله انه يصلي الخمس فروض وانه يعمل الاوامر الالهيه زي ما هي مطلوبه منه بالظبط. واما قلبه فمبتعد بعيدا. وده نقطه جوهريه في فهمنا لشخص الرب الاله الخالق للسماوات والارض في الإيمان المسيحي وفي الإسلام. في الفكر الإسلامي أبوة الله تعتبر تجديف انه لو قلت ان الله أب للمسلم ده عباره عن تجديف وانه ده لا يوجد شيء اسمه أبوة الله للبشر. يعني ايه أبوة الله للبشر؟ فيها استعباد الله للبشر فيها عبودية البشر لله لكن ليس فيها شركة وعلاقة حية مع الرب الإله عشان كده لو جينا إلى أسماء الله الحسنى أو سموها في الإسلام ودي فيها دراسات كثيرة جدا ولا أحد حتى يعرف بالضبط ما فيش قائمة بتشبه يعني فيش قائمتين زي بعض وهل و و الصفات هي أسماء يعني يعني ده نقطة أخرى في هناك صفات هل الصفات دي هي أسماء ولا هي مجرد صفات وفي يعني لخبطة كثيرة في هذا الموضوع أسماء الله الحسنى لن نجد في هذه الأسماء أبدا المحب هنجد المتكبر الخالق الباري العليم الكبير الحكيم الواجد الماجد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي هنجد العظيم الشكور العلي المقيب المقيت الحسيب الجليل الرقيب الواسع الكبير المميت يعني القهار الفتاح يعني المذل المذل السميع المتعالي القوي آه المانع الضار النافع ازاي ضار ونافع؟ يعني يعني آه يعني يعني فين 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 اهم ما يميز الله؟ وهو المحبه اين اين محبه الله؟ وده ده بقى كبعد المشرق عن المغرب في الفكر الاسلامي وفي الفكر المسيحي عن شخص الرب وبعدين تيجي في الاخر تسالني لماذا انا مسيحي؟ لان الايمان المسيحي يقدم صوره حقيقيه جميله ورائعه عن شخص الرب. لا يقدمها اي دين اخر. الاسلام يقدم الاله المتكبر الجبار المنتقم الذي يخضع كل الاشياء بما فيها الانسان ويجعل الانسان عبدا له البوذيه اساسا لا تؤمن يعني هي صوره من صور الالحاد وجود الله من عدم وجوده مش هو ده المشكله لكن لكن في الايمان المسيحي وفي اعلانات الله في العهد القديم عن نفسه وفي العهد الجديد عن نفسه بنجد صوره الله الاب المحب محبه ابديه احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمه ومن بنجد محبه الله حتى في خلق الانسان هو ليه ربنا خلق الانسان خلقه ليذله خلقه ليتكبر لي عليه خلقه لكي ما ينتقم خلقه لكي ما يمارس صفاته فيه ويمارس انتقامه ويمارس ايضا يعني كل الصفات الاسماء الموجوده هنا دي في الانسان أم أن الله خلق الإنسان وأوجده لأنه أحب الصرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك وده الإيمان المسيحي حتى بعدما سقط الإنسان وبعد عن الله لم يكف الله في محبته وفي اهتمامه بالانسان. ظل الله يهتم بالانسان واكبر دليل قدمه لنا الكتاب هو المثل الذي قاله رب المجد يسوع المسيح. عن الاب الذي كان له ابنان الابن الضال اللي اخذ ميراثه وترك بيت الآب وقال أذهب وأبعد عن أبي وعراح وعاش مع الزواني وصرف كل أمواله هناك لكنه في الآخر رجع وقال أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى سماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى كأحد أجراك لكن بنجد في الكلام الرب يسوع أنه الآب دون كان واقف ومنتظر والاب دون ايضا جرى واحنا عارفين انه ده عكس كل التقاليد في العالم القديم ان يجري الاب نحو ابنه. لكن لكي يقدم لنا صوره الله الاب وعشان كده الاخوه العابرين اللي كانوا مسلمين وصاروا مؤمنين بالرب يسوع، الحقيقه اللي بتفرق معاهم انه ازاي الله صار اب لهم. ازاي الله صار اب لهم. ازاي هذه العلاقه بينهم وبين شخص الرب إيه علاقه مختلفه. اقدر اقول له يا ابويا اقدر اقترب اليه كاب اقدر اعبر له عن ضيقي وعن مشاكلي وعن الامي وعن صراعاتي اقدر ارتمي في حضنه. اقدر اشبع من محبته. وده اللي قاله يوحنا الحبيب انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله صدقوني اعظم عطية اعطاها الله للانسان بالايمان بالمسيح يسوع هو انه صار ابنا له كلمنا عن الله كجزء اساسي في الحلقة دي لكن هنكمل بقية الاشياء في الحلقات اللي جايه لكي ندرك لماذا انا مسيحي لكن كل دعوتي وصلاتي ليك عزيزي المشاهد انك تكون اختبرت في المسيح يسوع الله الاب الذي يحبك ويريد عودتك اليه الى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم